ولمناقشة ملف تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي اليمني محمد الأحمدي من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بكم سيدي. مرحبا بكم المشاهدين. كيف يمكن قراءة هذه الاتفاقية التي تم توصل إليها وما مدى أهميتها انطلاقا من أعداد الأسرى الموجودين لدى ميليشيا الحوثي؟ تحية لك والمشاهدين. الحقيقة أن هذا الاتفاق الذي أبرم في سويسرا بين ممثلين عن الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثيين هو جولة أخرى في المفاوضات مع ميليشيا الحوثيين بشأن ملف الأسرى والمختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا. هذا الاجتماع الذي أسفر عن الاتفاق على إطلاق 1081 شخصا ما بين أسير ومعتقل ومخفي قسريا هو محصلة لاتفاق ستوكهولم العام الماضي وليس اتفاقا جديدا بحد ذاته أو مستقلا بحد ذاته. وبرغم حالة من الغبن التي يشعر بها أنصار الشرعية في اليمن لأن المختطفين في سجون ميليشيا الحوثيين هم في الحقيقة ناشطون سياسيون ومدنيون اعتقلوا من بيوتهم ومن نقاط تفتيش الميليشيا الحوثية واقتيدوا على يد هذه الميليشيا التي لا تملك أي صفة ضبط قضائي إلى معتقلاتها، بينما الطرف الآخر الأسرى من مقاتلي ميليشيا الحوثيين تم القبض عليهم في الجبهات القتال وهم يمارسون عمليات قتالية وعدوان على المجتمع، لكن مع ذلك أيضا لدى يعني المئات من العائلات اليمنية اليوم بصيص أمل بإنهاء معاناتها وعودة الأشخاص الذين فقدتهم على مدى سنوات لا سيما في معتقلات الميليشيا الحوثية السيئة السمعة والتي يتعرض فيها المختطفون والمعتقلون والمخفيون قسرا لصنوف التنكيل والتعذيب وسوء المعاملة. الحقيقة أنه الكثير يؤمل أن يتم تنفيذ الفوري لهذا الاتفاق، لا وإن كان في الحقيقة هناك شكوك في جدية الميليشيا الحوثية في الالتزام بما اتفق عليه خلال هذه الجولة. سيد محمد، في هذا السياق نقلت وكالة فرانس بريس نقلا عن الوفد وفد الحكومة اليمنية في جنيف بأن طرف الميليشيا ميليشيا الحوثي يؤجل الإفراج عن الأسرى. كيف تفسر خطوة التأجيل هذه والمماطلة في تنفيذ الاتفاق؟ يعني هو جزء من سلوك الميليشيا الحوثية تستخدم الملفات الإنسانية. الجميع كان يتحدث عن أن هذا الملف خاصة ما يتعلق بالمختطفين في سجون ميليشيا الحوثية هو ملف إنساني بالدرجة الأساسية، وأعتقد أن الحكومة الشرعية تحدثت عن هذا الأمر مرارا وأنها ترغب في أن يكون إطلاق الكل مقابل الكل بمن في ذلك المشمولين بقرارات مجلس الأمن. 4 قيادات عسكرية وسياسية يعني اختطفتهم ميليشيا الحوثيين منذ بداية الانقلاب ولا يزالون رهن الإخفاء القسري حتى هذه اللحظة، ومن المؤسف أن المجتمع الدولي تواطأ مع ميليشيا الحوثيين إلى حد ما في سلوك درب المجهول مع هذه الميليشيا في استخدام الملفات الإنسانية كعادتها لأغراض سياسية. وبالتالي من المؤسف فعلا أن لا يكون المشمولون بقرارات مجلس الأمن ضمن هؤلاء الأشخاص الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم. بالنسبة للكثير من المراقبين وأنا أحدهم لم نعد نثق كثيرا في جدية الميليشيا الحوثية، سنرى خلال الأيام القادمة إن كانت بالفعل ستلتزم بإطلاق سراح كل من اتفق عليهم على الأقل خلال هذه الجولة من المفاوضات. لكن كعادتها ميليشيا الحوثيين وطوال مسيرتها الدامية لم تلتزم يوما باتفاق ولم تكن عند مستوى المسؤولية. التعامل مع هذه الميليشيا يحتاج إلى قدر كبير من الحذر ومن معرفة وإدراك لطبيعتها ولتاريخها في التنصل عن الالتزامات وعن الاتفاقات وعدم احترام أي اتفاق.
سيد محمد، تزامنت مبادرة الاتفاق عن الإفراج عن الأسرى هذا الصباح بقصف عشوائي للعديد من القرى في الحديدة، قرى والمزارع، وما أسفر عن عدد من الخسائر البشرية والمادية. كيف يفسر هذا التناقض بين الاتفاق على طاولة المفاوضات والتصعيد ميدانياً؟ مرة أخرى أؤكد بأن هذا السلوك الفاشي لميليشيا الحوثيين، تصعيدها ميدانيا وعسكريا بالقصف العشوائي وإطلاق الصواريخ، بالأمس أطلقت صواريخ باتجاه تجمع للمواطنين أثناء احتفالهم بالعيد الوطني 26 سبتمبر في مأرب، ووقع الصاروخ على مقربة من تجمع للمواطنين، لتثبت مرة أخرى هذه الميليشيا وبكل وضوح أنها لا تتمتع بأي مستوى من الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية أو السياسية. وتصعيدها العسكري في الحديدة والقصف العشوائي وفي الحديدة هذه المرة ومن قبل في تعز وأيضا في مأرب هو سلوك معتاد عليها، يعني اعتادت عليه ميليشيا الحوثيين، واليمنيون يعرفون هذا السلوك بشكل جيد. هي فقط تفاوض لكسب الوقت ولإلهاء الطرف الآخر ولإرسال رسائل معينة للمجتمع الدولي، للضحك عليه، للسخرية بجهوده، لكنها في الواقع ستظل مستمرة في القتل والتنكيل والتدمير والحرب طالما أنها لا تزال تمسك بالسلاح وتملك هذا السلاح. ما لم يتم نزع سلاح الميليشيا وأخذ تعهد منها بأن تعود لتكون مواطن ضمن مواطني الجمهورية اليمنية مواطنين صالحين، فإنها ستستمر في حربها وفي عدوانها على المجتمع اليمني وفي الحرب إلى ما لا نهاية. شكرا جزيلا لك صحفي اليمني محمد الأحمدي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.